السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في دروس تعلم اللغة الإنجليزية. في هذا المقطع إن شاء الله سنرى كيف نرد على دعوة صديق، وذلك من خلال رسالة إلكترونية. How to respond to an invitation. أولا نبدأ ب dear، ثم نكتب اسم الصديق أو الصديقة، ثم التحية. Hello. How are things going on? How are things going on? يعني كيف تسير الأمور. I want to thank you for your kind invitation. I want to thank you for your kind invitation. أريد شكرك أو شكرك أو أن أشكرك على دعوتك الطيبة أو دعوتك يعني الطيبة أو الدعوة الكريمة. Be happy to visit you. بمعنى بالطبع سأكون سعيدا أو سعيدة لزيارتك. To see your beautiful country. يعني لأرى بلدك الجميل. How can I ignore such a good offer? How can I ignore such a good offer? يعني كيف لي أن أرفض عرض جيد كهذا؟ يعني هنا نستعمل هذه العبارة للتعبير عن يعني إرادتنا القوية للزيارة. I bring my camera to take some snaps. I bring my camera to take some snaps. بمعنى سأحضر معي آلة تصوير لنأخذ بعض اللقطات. Please let me know if I can bring something else with me. Please let me know if I can bring something else with me. يعني من فضلك أخبرني إذا كان هناك يعني شيء آخر لأخذه أو لأحضره معي. I can't wait to see you next month. I can't wait to see you next month. يعني لا أستطيع الانتظار، يعني أنا متشوق لرؤيتك الشهر المقبل. It will be a memorable visit, full of joy and fun. It will be a memorable visit, full of joy and fun. يعني ستكون زيارة لا تنسى، يعني مليئة بالفرح والبهجة والسرور. Again, many thanks for inviting me. Again, many thanks for inviting me. يعني أشكرك مرة أخرى لدعوتك ولدعوتك لي.